حكي ميديا قسم التاني من حكي ميديا. صارت معنا آلاء، مساء الخير. مساء النور مرة تانية يا رو محمد، وعن جديد يسعد أوقاتكم مشاهدينا. بعد أزمة الغاز يلي يعني نفاها النظام وأكدتها الصور الموجودة على السوشيال ميديا، شو الهدية يلي عم يطلبوها الأطفال بسوريا من بابا نويل؟ رح نشوفها بغنية. يارا كتير حبيت الغنية كل الوقت عم تدندن معها. مؤدك قال أنا متعملي نفس الحركات. خلنا نقرأ التعليقات. حسام عم يقول ما شاء الله عليهم كل سنة والغاز متوفر عند الجميع إن شاء الله. كمان بنشوف تعليق تاني من حسن عم يقول شايف لك جرعة الغاز كل شايف لك جرعة الغاز كل هالغزل فيها مو سائلة فينا صارت حلم طبعا. حسن هو اللي مدرب الأطفال، هو والدهم يعني هو اللي مدربهم على الغنية. الله يخلي لهم يا آمين. التعليق الثالث والأخير على الغنية من عبد العليم عم يقول مشكلتها إنها مصنوعة من حديد عديمة الإحساس. بس اللي بيتاجر فيه صار ربح منيح، مو البنات صار لما واحد بيخطبها كان قبل بدها دكتور ومهندس، هلا صار بدها بياع. رح نشوف مشاهدينا فيديو بهم يارا لأنه يارا كتير بتابع الأبراج. رح نشوف براس السنة كيف عم يحتفل أو رح يحتفل كل برج، كيف يعني إذا كل برج كيف ممكن يحتفل حسب شخصيته وحسب مواصفات هذا البرج. يلا خلونا نشوف. رايح كافيه في راس السنة؟ أنا رايح كافيهين، رايح كافيه والنادي. أنا رايح كافيه وناديين، رايح كافيه والنادي وهتخلص وتطلع على يخت. أنا رايح كافيه وناديين وتلات يخوت ورجل في كل حتة فيه. محشور في السنة الأولانية؟ لا لا، أنتوا كملوا، أنا عندي شوية ذكريات بس هرجع عليها، هخلص ترجيع وأجيلكم إن شاء الله. صوتي زعلان؟ صوت أكيد براس السنة. زعلان خالص؟ لا لا أكيد نازل معاك أكيد. مبسوط جدا. طب مش متخيل صوتي عامل كده ليه؟ عندي برد فتلاقي صوتي غريب كده. الو ايه تعملوا ايه في راس السنه؟ رايحين سينما؟ انا دوده سينمات، دوده سينمات. ها بعدين رايحين كلبات؟ انا دوده كلبات. اسال عني دوده كلبات. اي خروجه؟ انا دوده خروجات، انا دوده خروجات معاكم. انزلوا كلكم في راس السنه؟ طب وانا مالي بالموضوع ده؟ ايوه ماما، جهزي لي السرير، تكييف على 16، دراسه المشاغبين شغاله جنبي، هقضي راس السنه الجديده على المخده. انا بحب الدفء الاسري او بحب دفء السرير تحديدا يعني. نازل معاكوا راس السنه اكيد. بجهز خطه عامه صغيره كده، استنى هقول لك عليها. عندي كذا. ايه رايك نركب عجل ونروح السويس؟ مش مجهز حاجات كتير يعني. استنى، في حته تحت انا كنت كاتبها شطات نروح بيها شرم الشيخ. ايوه رايحين سينما؟ لا مش مهتم. رايحين تلعبوا بولينج؟ برضه مش حاجه مثيره بالنسبه لي. لو عندكم حاجه جديده قولوا لي. بقول لك ايه، ابي والنبي اي حاجه معاكم، اي حاجه اي حاجه، خلاص انا جاي. ايوه هاري نيو يير. ايه خطتكم تعملوا ايه؟ بس انا فاهمك حاجه، انا هبسط يعني هبسط، حتى لو هنزل اقعد على كبوت العربيه وانفخ بالبتاع اللي انا مش عارف هي ايه دي.
شوفوا انت تعملوا ايه وانا معاكم. رايحين سينما ترينا سينمات، رايحين كافيه ترينا كافيهات. ايه رايك في حديقه الحيوان مثلا عند قفص السيد قشطه؟ خلاص اهو اي تغيير. ماشي خارجين فين؟ رايحين التجمع. هنخلص التجمع بقى ونطلع على ماك هناك. لسه هتروحوا تركبوا خيل؟ نخلص ركوب الخيل نطلع على ماك، نقعد بقى بخيولنا وماكنا. لسه هتروحوا الكورنيش؟ الكورنيش اساسا على 2 ماك فما فيش مشكله، هنروح برضه همكمك يعني همكمك. نعمل ايه في راس السنه؟ احنا هننزل نعمل دايره كبيره، نقعد بقى نلعب فتح يا ورده قفل يا ورده، فتح يا ورده قفل يا ورده. هي اللي فاتت ما كانتش كويسه قوي اي نعم، والورده فرقعت في وشنا، بس ان شاء الله السنه دي هتبقى كويسه. انا عارف احنا هنعمل ايه ليله راس السنه. هنتجمع انا وانت وعلي انيميا ومحمود كآبه، نبكي على حظنا، نندب على بختنا، ندلق ميه نار على رجلنا. كانت سنه كئيبه، مش عايزين ان احنا نكسر الروتين بتاعها. السبب الوحيد قال بيخليني ما امن انه انا برج السرطان او بامن بابراج، انه شفت النهايه اللي قالها تبع برج السرطان. تمام تبع برج السرطان مو ظابطه، احنا متفقين انه انت برجك مو سرطان. مستحيل. بس شو رايك ببقيه الابراج؟ هلا في منهم عن جد اصاب. هلا انا بقولي انا بتابع، لانه دائما رفقاتي بيعملوا لي منشن على الفيسبوك او على الانستغرام على صفحات كثير مشهوره. اشاره عليهم تماما، كثير مشهوره بتكون هي الصفحه وفعلا بصيب، بس كلها مسخره. يعني مثل هلا هذا انه بيذكر لك البرج بس بالشغلات بتضحك. انه هذا هيك براس السنه او مثلا بشي مناسبه وكذا، فما بعرف يعني كذب المنجمون لو صدق. انا اللي بعرفه بس في حدا بيهتم بالابراج وقال لي انت رح يكون عندك مصاري كثير، رح يجيك مصاري كثير. هذا اللي بيهمه لمحمد. هو ما بيهمك انت بصراحه، بس محمد. انا لا ما بيهمني. على كل مشاهدينا بالسنه الجديده ان شاء الله يعم الخير والسلام والجمال والمال على الجميع يا رب، وان شاء الله تكون سنه حلوه. رح نرجع لتا بكرة أنا وياكم. بكرة حيكون في فقرة حكي ميديا بس بشكل جديد وشكل مختلف شوي عن بقية الأيام، خليكم ناطرين. اليوم كمان بالمناسبة آلاء وصلتني صورة أنه هي السنة لمواليد برج الحمل، فكوني مبسوطة. هيك ماجي فرحك آلاء، مو نحن ماجي. إن شاء الله إن شاء الله الله يسمع منك. إن شاء الله أكيد لكل الأبراج بتمنى لهم التوفيق. رح نروح لفاصل قصير وبعده منتابع.